السلام عليكم البنات، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد مع وصفة جديدة. اليوم نقدم معكم أولا نوجد معكم هاد الكريب اللي جا على هاد الشكل هذا، نتمنى تجربوه ويعجبكم. وبالنسبة للبنات اللي مازال ما تابوناوش عندي في القناة، نقول لكم مرحبا بكم، تابوناو عندي باش دائما توصلوا بجديد ديالي. وبسم الله باش نبداو ونشوفوا المقادير ديال هاد الكريب هذا. وبالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو في هاد الكريب هذا، غنحتاجو 3 بيضات. انا عندي بيضات صغارين، اذا كانوا بيضات كبارين نكتفيو غير بجوج كوتشرات زبده كبيره، جوج كوتشرات السكر، واحد لافاني، نص لترو ديال الحليب، وجوج الكيسان ديال الطحين. انا عبرت بهاد الفنجان ديال القهوه، عندي جوج، عمل جوج ديال الطاسات ديال القهوه. صافي هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في هاد الكريب هذا، ورشيشه ديال الملاح. صافي غنشوفو شي طاسه كبيره غنخلطو فيها كلشي ونطحنوه مزيان وغندخلوه النبيره يرتاح ربع ساعه. صافي البنات، بعد ما خرجنا الكريب ديالنا من النبيره غندوزو نطيبو. انا جبتني كنسخن شويه المقله، سخنت شويه المقله، عندي هنا واحد الدهينه خفيفه هي ديال الزبده، ونعمل الكريب ديالنا باش يطيبون. نحاولوا نعملوهم غير هيدا، نعملوهم رقاقين، ندوزوهم هيدا في المقلة ونردوهم يطيبوا. شوفوا البنات، هو الكريب ديالنا بدا كيتنفخ، نخليوه تيطيب من تحت وعاد نقلبوها. صافي حنا نشوفو واش طابت، نقلبوها مرة ندورو شويه هيدا. صافي البنات، هي بعد ما تحمرت لي على جوج جهات غنزولها، غنزول شي منديل ونغطي عليها. دابا ندوز باش نعمل وحده اخرى. بسم الله. صافي غنستمر على هاد العملية، تنسالي الكريب ديالي كامل اللي عندي، حاول تعملوهم رقاق، شحال ما جاو رقاق شحال ما كيجيو مزيان. صافي البنات، دابا بعد ما ساليت الكريب ديالي في الطياب غندوز باش ندهن الكريب ديالي بالشوكولاط، ونوريكم الطريقة باش غنعمرو. بسم الله، غنعدل الشوكولاط، نعدلو غير في النص على واحد جهه، نعمروه بالشوكولاط مزيان. هيدا اللي كيعجبو مهم، كل واحد كيفاش كيعجبوش بزاف، العيال كيعجبهم الشوكولاط بزاف، نعمروه على هاد الطريقه. صافي غنعمل شويه ديال اللوز ولا المكسرات، كل واحد المكسرات اللي عندكم اللي متوفرين عندكم. صافي غنطوي الطريقه، نطوي ونزل في البلاطو ديالي. دابا نعدل معكم وحده اخرى، نعدلها بالبنان، ندهن. حاول باش تبان لكم مزيان، ندهن غير النص ديالو هيدا. صافي غنسكت البنان ديالي، نحاولو البنان نعملوه رقيق شويه، نسكتو البنان بهاد الشكل. ونطوي من هنايا، صافي نعملوه رولي ونلويوه. هذا غنقدمو في الترسيل بوحدو، وهذا غنوريكم على شكل آخر. وصافي غنعملوه رولي ونزلو في الترسيل بهذا الحال، على هاد الشكل هذا. غنزيد معاكم شي وحدة أخرى.
هيك غير النص ديالو. واللي بغى يزوق بالبنان الفوقي حتى هو كيجي مزيون. المهم الزواق كيبقى اختياري، كل واحد كيفاش كيعجبو يزين الكريب ديالو، لي فريسا عاد شنو كيعجبو باش يزوق. صافي كنديرو هاد الاولي. صافي البنات نستمرو هيدا تنسالو الكريب لي عندنا كاملين يا خرين. عمرتهم بالبنان وهادو لا، هادو ما عمرتهمش بالبنان، هادي انا ماشي فيهم بالبنان حيت ماشي كلشي كيعجبو. عمرت شويه هيدا وشويه هيدا. صافي نرش شويه اللون مهمش كمية. صافي البنات انا زوقت بهاد الطريقة هادي و الزواق كيبقى اختياري، كل واحد كيفاش كيبغي يزوق. صافي دابا هادو هادو اللي فيهم البنان، غنحاول نستف حداهم شويه البنان. كيجيو على هاد الشكل هدا و غنزوقوهم بشوية ديال الشوكولاتة، الشوكولاتة السائلة كيجيو بحال هاد الشكل. بالنسبة لهدا شوف اش كيبان، عاوتاني غنقدمو على هاد الطريقة هادي. غنهملو شوية د اللوز هنا. ما قلتكم البنات بالنسبة للزواق كيبقى اختياري، كل واحد كيفاش كيعجبو يزوق. وانا نعمل هاد الشوكولاط هذا بحال هكا. صافي البنات نزوقو بهاد الشكل هذا. صافي غير هيدا وصافي. غنعملو الشوكولاتة ديالنا السائلة، كيعجبو الشوكولاط بزاف يعمل بزاف، وكل واحد وكيفاش كيعجبو. ونقدمو بالصحة والراحة. بالنسبة لهذا اللي عمرته تا هو باللوز مهرمش وبالشوكولاط، تا هو غنزوقو هيدا بالخطوط ديال الشوكولاطة. نتمنى يعجبكم البنات وتجربوه. صافي البنات هو الكريب ديالنا بعد ما زوقتو كيجي على هذا الشكل هذا، نتمنى تجربوه ويعجبكم. وبالنسبه للبنات اللي مازال ما ابوناو عندي كنقول لكم مرحبا بكم تابوناو عندي باش دائما توصلوا بجديد ديالي. والسلام عليكم ونهاركم مبروك.